اعتبارا من يوم أمس الجمعة بدأت شركة طيران الخليج تجربة جواز السفر الصحي الخاص للاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا على رحلاتها إلى كل من لندن وأثينا وسنغافورة، حيث سيتمكن المسافرون إلى هذه الوجهات من إنشاء جواز سفر رقمي لمساعدتهم على إدارة سفرهم بكل سهولة وأمان، وبما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لفحص كورونا أو أي معلومات حول اللقاح الخاص به. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد العلوي إن طيران الخليج تعد من أوائل الشركات المشاركة في تجربة جواز السفر الصحي العالمي. طيران الخليج في تعاون مستمر على مر السنين مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، توجد مشاريع ومبادرات كثيرة تتعلق بنمو قطاع الطيران وتطويره، وهذه المبادرة تهدف لإعادة ثقة الجمهور وتشجيعه على السفر مرة ثانية في أجواء آمنة يضمنها هذا الجواز الصحي العالمي إن شاء الله. طيران الخليج من أوائل الشركات لتجربة جواز السفر الصحي العالمي، ولا شك أن التجربة هذه راح تثمن وتنظر لها بجدية، ولما تتكلل هذه التجربة بالنجاح ويثبت الجواز فعاليته فسوف نقوم تدريجيا إن شاء الله بإضافة وجهات أكثر أو وجهات جديدة لتمكن مسافرينا من استخدام الجواز السفر في رحلاتهم إليها. وطبعا هذه راح يكون بالتنسيق مع الأياتا، والأياتا راح تقيم نجاح التجربة للاستفادة أو استفادة قطاع الطيران العالمي منها إن شاء الله.